دائما اي اشي نباتي بنفكره كتير صحي فبنبدأ ناخد منه، وممكن ناخده منه بكميات كبيرة. في قاعدة مهمة كتير احفظوها، اي اشي مصنع حتى لو كان نباتي بدنا نحذر منه، وما لازم نبالغ بتناوله مهما كان اسمه وشكله ونوعه. السمنة الحيوانية او الزبدة دائما بتسمع عنها بانها مضرة وضروري نقلل من تناولها، عشان هيك بصيروا تدوروا على منتجات بديلة تكون اكثر صحية واقل ضرر. خلال هذا الفيديو ان شاء الله رح نبين لكم الفرق بين السمنة النباتية والسمنة الحيوانية، واي منهما اكثر وافيد للصحة واي منهما اضر على صحتنا. في كتير دراسات بينت بانه السمنة الحيوانية بتحتوي على دهون مشبعة، وهذا النوع من الدهون كثرة تناولها بترفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين. بما أنه السمنة والدهون المشبعة بتعطي نكهة وبكثير بيستخدمها بوصفات الطبخ وما بقدر استغني عنها، قررت الشركات الصناعات الغذائية بحسن النية دوروا على بديل للسمنة الحيوانية ويكون أقل ضرر على الصحة، فاخترعوا السمنة النباتية. هذا النوع من السمنة مكون من عبارة عن زيوت سائلة مثل زيت القلي، نضاف له عنصر الهيدروجين عشان تصير مثل قوام السمنة الحيوانية، يعني تصير أكثر صلابة. ولكن هاي العملية أنتج عنها نوع من الدهون يسمى الدهون المتحولة أو الترانسفات. هذول المصطلحين احفظوهم بصم، راح تلاقوهم على كثير منتجات تشتروها من السوق. الدهون المتحولة هي أخطر أنواع الدهون على صحة القلب، أخطر من الدهون المشبعة. الدهون المتحولة بترفع الكوليسترول بالدم، بترفع الكوليسترول السيء LDL وبتخفض من الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي بتعرض لخطر الإصابة بأمراض القلب والتجلطات. بتعمل مقاومة أنسولين وبالتالي بتعرض الشخص للإصابة بأمراض السكري. الدهون المتحولة كمان بتعمل التهابات بالجسم وبالتالي بتعمل مشاكل الأعصاب والروماتيزم. وكمان السمنة النباتية أيضا بنضاف عليها مواد حافظة وملونة، ودائما المواد المضافة بكون إلها أضرار على الصحة بشكل عام. السمنة النباتية فادت كثير المصانع لأنها بتزيد من مدة صلاحية المنتج وبتخلي المنتج أكثر طراوة وتماسك، هيك بتشجع أكثر الناس لشراء منتجهم وكثير رخيصة الثمن. وبيستخدموها في الأطعمة الجاهزة مثل البسكوت والشوكولاتة والشيبس وغيرها من منتجات تحتاج لإضافة الدهون إلها. وكمان الدهون المهدرجة كثير المطاعم بيستخدموها لأنها بنقلى فيها أكثر من مرة، فبتفيدهم بدل ما يشتروا كل شوي زيت بيظلوا يكرروا الزيت المهدرج، وأكيد أكيد رح ينتج عنها أكثر دهون متحولة. على المنصة الغذائية بنشوفهم كاتبين مصطلحين اللي هم الدهون المتحولة أو الترانسفات. إذا مضطرين نشتري يفضل نطلع على الملصقة وناخذ المنتج اللي بيحتوي على 0 جرام دهون متحولة. ولكن المعلومة الصادمة هي إذا كان المنتج بيحتوي على دهون متحولة بحدود النص جرام وأقل، يسمح بكتابة على الملصق 0 جرام دهون متحولة، وإحنا ضروري باليوم ناخذ أقل من 1 جرام. طيب في هاي الحالة إذا كنت حاب تتجنب كل الأطعمة المحتوية على الدهون الترانس أو الدهون المتحولة من يوم كامل، كيف بدك تعرف؟ تتطلع على مكونات المنتج، إذا كان موجود كلمة دهون مهدرجة أو كلمة سمنة نباتية اعرف إنها بتحتوي على دهون متحولة. مثل هيك منتجات حاولوا تقللوا من أخذها بشكل يومي. والسؤال أي منهما أفضل، السمنة النباتية أم السمنة الحيوانية؟ الجواب السمنة النباتية هي أسوأ أنواع الدهون، والسمنة الحيوانية إذا تناولت بشكل معتدل ما بتضر، ولكن المعتدل المقصود فيه مش تناولها بشكل يومي، لأنه مش بس السمنة بتحتوي على دهون مشبعة، في عنا منتجات الحيوانية الأخرى مثل الألبان، وفي عنا اللحوم حتى لو كانت اللحوم الحمراء الخالية من الدهون بشكل ظاهر، بمعنى ممكن نلاقي الدهون المشبعة في أطعمة أخرى، عشان هيك ضروري ما نتناول السمنة الحيوانية بشكل يومي. شكرا للمتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة ليصلكم كل شيء جديد. أخصائية التغذية لينا الكساسبة.